الله دائما وابدا عليه نتوكل وبه نستعين ومنه نطلب التوفيق والنجاح والسداد. احييكم وارحب بكم متابعينا ومشاهدينا الكرام هنا شحانية بميدان التحدي في هذا المهرجان الغالي والمهرجان الكبير، مهرجان سيد الأمير الوالد حفظه تعالى ورعاه. هكذا مشاهدينا متابعينا يومنا مع التحدي بسن تحديات منافسة الكبار، سن الإذاع والإبداع والتحدي والتنافس على أرضية ميدان التحدي. شوطنا الحادي عشر ينطلق بحفظ من الله وتوفيقه مباشرة إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى الصدارة. سرعة لحمد بن فرج بن سالم بن خديم العذبي أو العذبة، هنا يقدم هذا الاسم في هذه الانطلاقة وفي هذا التحدي وفي هذا التنافس الكبير. بينما المركز الثاني من تاتي المركز الثاني غيث بن راشد بن سالم بن حاكم المالكي الذي يتقدم على المركز الثاني. بينما المركز الثالث وصول لغزيل او الغزالة هنا بالفعل، محمد بن صالح بن سالم المري ياتي مع هذه الانطلاقة وهذه الاندفاع. المركز الرابع وصول هنا تأتي مبشرة مجاهد بن فيصل بن مشعل الشريف يأتي هنا مع هذه الانطلاقة على المركز الرابع. بينما المركز الخامس وصلت براقة لسعيد بن محمد بن حمد بن محمد بن مسعود يأتي هنا مع هذه الانطلاقة على المركز الخامس. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق التنافس والسرعة، هكذا التحدي هنا عبر النقل المباشر والحي من قناة ريان التي تنقل أحداث هذا المهرجان الكبير وهذا الملتقى الأخوي على أرضية ميدان التحدي بميدان الشحانية. هذا المهرجان الغالي الذي دائما ياتي هنا بهذا الموعد، التنافس الخليجي، التنافس الاخوي. عودتنا الى المقدمه، الى المركز الاول. سرعه تاتي على الصداره بكل ما لديها من سرعه هنا وتحدي. حمد بن فرج بن سالم بن خقيم العذبة، يا سلام، بانطلاقة قوية مع سرعة من تحدد سرعة هذا الشوط في هذا التحدي. بينما المركز الثاني الوصول هنا والانطلاق من مواري التي تأتي هنا بكل تحدي وتنافس كبير. غيث بن راشد بن سالم بن حاكم المالكي أحد الضيوف القادمين من السلطنة الذين يقدمون هذا الأداء مع انطلاقة مواري على المركز الثاني. لكن المركز الثالث الوصول مبشرة بالفعل، مجاهد بن فيصل بن مشعل الزيد الشريف ياتي بهذه الانطلاقة ايضا الكبيرة والنجومية الحاضرة مع هذا الشوط. بينما المركز الرابع وصول الغزالة لمحمد بن صالح الحمر المري ياتي هنا مع هذه الانطلاقة على المركز الرابع. بهذه الانطلاقة المركز الخامس، الله، يا المركز الخامس القادمة هنا والمشاركة بهذه الاندفاع والنجومية الحاضر. هذه الانطلاقة وصلت ديما الحمد بن ناصر بن حمد الحفيظ المري. الحفيظ المري ياتي هنا مع عاقه والاندفاع على المس. عودتنا الى المقدمه، العتي، السرعه بكل ما لديها من السرعه في هذا الشوط. وحمد ياتي هنا بن فرج بن سالم بن خقيم العذبة هنا ياتي مع هذه الانطلاقة الكبيرة والنجومية الحاضرة في هذا الشوط. بينما المركز الثاني
وصلت المركز الثاني هنا مواري الغيث بن راشد بن سالم بن حاكم المالكي أبناء السلطنة القادمين أبناء السلطنة المؤكدين حضورهم في هذا المشاركة الخليجية في هذا الانطلاق. يا سلام مبشرة وصلت وصل مجاهد بن فيصل ياتي بن مشعل أيضا الزيد الشريف يؤكد الحضور هنا مع هذه الانطلاقة بكل قوة وصراع وتنافس وتحدي كبير. أما المركز الرابع الغزالة وصلت ومحمد بن صالح بن سالم الحمر المري يؤكدون الحضور والانطلاق على المركز الرابع. أما المركز الخامس المزمن تحمل رقم 11 يا سلام وصلت كيف محمد بن حسين بن مبارك بن سالم المري يقدم كيف على المركز الخامس 1200. يا من تتابع يا من تراقب هذا الشوط شوط ملتهب أيضا وتشوت الاند كلوزر البيك اب فالانتظار من سعيد الحظ في هذا المسار الكيل الأخير والغلاف الجوي. يا سلام يا سلام يا سلام احلوت المنافسة واشتع ما بين هذه المنافسين في أول نداء للشاهين محمد بالويفي باللافي أيضا الدعدع هذا الشوط ومع هذه الانطلاقة مقدما الشاهنية لكن الوصول القوي الله يا كيف وصلت كيف وصلت كيف محمد بن مبارك بن سالم المري بدأ يتقدم على المركز الأول في ثانيا الشاهنية شوف الاسم القادم شوف النجومية الحاضرة هنا ختالة حمد بن علي بن راشد المري ولكن الصدارة المقدمة المركز الأول كيف على الصدارة كيف على المقدمة كيف المري كيف الله الله هنا المري ينطلق مع انطلاقة الفوز والانتصار وكيف من تعلن هنا تواجدها وحضورها مع هذا ويتمد بن حسين بن مبارك بن سالم المري تستاهل هذا الناموس الكبير. شكرا يا بن فهد المتابعة. بينما المركز الثاني الدعدعياتي على المركز الثاني بينما المركز الثالث أيضا ختال الحمد بن علي بن راشد المري. المركز الرابع وصلت الرويس العلي بن السادة أيضا يأتي في المركز الرابع بينما المركز الخامس براقة عمير بن راشد بن ناصر الجبر النعيمي على المركز الخامس. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام لحظة الوصول كيف 6 ثواني جزءا واحدا من الثاني والثانية موصوله الى مالكها محمد بن حسين بن مبارك بن سالم المري بينما المركز الثاني الشاهنية توقيتها الزمني 9 دقائق 7 ثواني جوين من الثانية موصولة محمد بالويفي الدعدعي من أتى على المركز الثاني بينما المركز الثالث ختالة وتوقيتها 9 دقائق 8 ثواني جزءا واحدا من الثاني والثاني موصولة الحمد بن علي بن راشد المري. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام.